قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترأسه جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية إن الموقف الفلسطيني واضح بعدم استلام أموال المقاصة الفلسطينية منقوصة مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من الأموال الفلسطينية وأكد أبو مازن أن إسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى من المقاصة رغم وجود اتفاقيات تنص على كيفية إدارة الأموال بين الطرفين وفي سياق منفصل شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التنفيذ العملي لاتفاق المصالحة الفلسطيني الذي عقد في القاهرة عام 2017 قائلا إنما غير ذلك هو مرفوض